حاسس او كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة وشعب جازل دي بلد شي حاجات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس في الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة وشعب جازل الحكاية مش حكاية مدارس الحكاية حكاية أمة ما بتفوقش غير في الكوارث وأنا مش بمارس أي تخابس أو طفل عابس أنا بس بنطق ومش جوايا حابس دي بلد شهادات دي بلد مدارس دي بلد شهادات دي بلد مدارس إن كنت حاسس أو كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس بعد 12 سنة مدرسة ومذاكرة مخي مقفول مش قادر افكر لبكرة زي ما تكون اتشالت منه الاكرة وعلى فكرة انا مش قصدي هاجم التعليم انا قصدي ارجع مخي سليم مليان طلاسم ومفاهيم محتاج كلام محتاج تقويم ياللي جاي وياللي رايحة وياللي شايف الصورة واضحة انا حصلي في مخي فتحة يظهر اني اخدت بطحة ارجع لحوارنا الاساسي شيء بيوجعني في راسي زي خناقة بالكراسي او على البحر بالشماسي بنتعلم ونحضر واللي يحفظ هو الاشطر لو تفكر كارت اصفر لو تعبر كارت احمر لو سألت يرد نص عمري عشت محبط نفسي اعرف مرة اربط مهما ذاكر برضو بسقط للي قدي والصغير امتى يجي اليوم نفكر نلغي من قاموس نكبر نمشي في بلادنا نخدر دي بلد شهادات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة والشعب جازل بلد شهادات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس في الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة والشعب جازز قولي ازاي امانة في العيال ماما في النادي وبابا شغال مين هيربي ومين هيكبر مين هيكون للطفل مثال المشكلة مش نظام المشكلة في الانسان المدرس والمهندس وطبيب الاسنان انعدام الضمير وفقدان الذوق كل حاجة في الدنيا تحولت للسوق انا مش قصدي افهمك ولا عايزك تفوق نفسي تخرج من الدايرة وتشوفها من فوق ساعتها هتتطور وبسرعة الضوق هتتحل مشاكلك والدنيا هتروق انا عارف انك سامعني وبتقول ده مجنون ازاي باغنية هيغير الكون وانا دايما سادد ودني ودايما قلمي مسنون دي حكمة ترددوها لما ابقى مدفون دي بلد شهادات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة والشعب جازز دي بلد شهادات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة والشعب جازز 12 سنة مدرسة ومذاكرة مش قصدي هاجم التعليم دي بلد شهادات دي بلد مدارس ان كنت حاسس او كنت دارس وفي الشوارع في ناس تعاكس في بيت مصيبة والشعب جازز